كان الرجل ينشر بالمناشير ولا يرجع عن دينه، وكيف كان الصحابة رضوان الله عليهم في أول الإسلام عرفوا هذا الدين. قال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه، قال: هل يرتد أحد منهم عن ديني؟ في أحد يرتد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ما أحد يرتد. قال: وذاك الإسلام إذا خالطت بشاشته القلوب، إذا دخل خلاص انتهى الأمر. فهذا الإسلام لابد، والإيمان يعني يكون عندك أغلى ما تملك، تحافظ عليه، تسقي هذا الزرع. إذا لم تسقي هذا الزرع نزل الإيمان. وأنت تعرف مثلا في رمضان تقول إيش؟ أشعر أن يزيد الإيمان، بلقاء الإخوان يزيد الإيمان، صلي الفجر في جماعة وأحضر، أذهب إلى الحج، أذهب إلى العمرة، كذا، صح؟ أسباب سميها العلماء أسباب زيادة الإيمان، كثرة الطاعات، دراسة التوحيد. من أسباب زيادة الإيمان يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أربع أشياء: أولا كثرة الطاعات، ودراسة التوحيد، والتفكر في التفكر في مخلوقات الله، وترك المعاصي. هذا إيش؟ أسباب زيادة الإيمان. ضدها أسباب نقص الإيمان: ترك دراسة التوحيد، ترك الطاعات، ارتكاب المحرمات، ترك التفكر في مخلوقات الله.